طيب برضو في ابلكيشن اللي هو انا عندي فلو ماشي في بايب او في دكت، وده طبعا موجود في حاجات كتير جدا، يعني فلو في بايب الميه في الثلاجه في اير كونديشنر، والدكت خصوصا الهواء وهو ماشي في الدكت. الدكت ده بيبقى زي البايب بس عاده الكروس سكشن الاريا بتاعته بتبقى سكوير او ريكتانجلر، مش سيركلر، يعني على اساس ان هو هواء، فممكن يبقى الدكت عامل كده يعني، فيحصل فيه فلو عشان بتنقل الهواء او تغير كمان البروبرتيز بتاعته، فممكن تعمل تسخين، يعني يبقى في نوع من الالكتريك هيتر داخل مثلا يسخن في بايب او في دكت. طبعا انت ممكن انت تسخن او تبرد وانت ماشي، او ممكن يبقى هدفك انك تحافظ على التمبرتشر فتعمل انسوليشن حسب طبعا التطبيق. فاحنا بنطبق الايكويشن اوف انرجي بالانس المناسبه حسب الابلكيشن بتاعك يعني. فلو بصينا على الاكزامبل ده 511، انا عندي الكتريك هيتنج لهواء في بيت، فالفكره الاساسيه ان انا عندي سمبل دكت، هو دكت كده داخل الهواء من تحت، وهو بيسخن عن طريق الكتريك واير، موجود الكتريك ريزيستنس واير بيدخل الورك وبيحول الالكتريسيتي الى هيت بتسخن بيها الهواء وهو ماشي. فالالكتريكال باور بتاع الهيتر ده هو 15 كيلو وات هيتر، والهواء بيخش عند 100 كيلو باسكال و17 ديجري سنتيجريد بفوليومتريك فلو ريت 150 متر كيوب بير مينيت. بيحصل شويه هيت لوس، في كيو لوس كيو اوت 200 وات. فعايزين نعرف الخروج بقى التمبرتشر بتاعت الخروج كام. فهنطبق الانرجي بالانس، هنقول ان مفيش اكيوميليشن جوه، فكل الانرجي اللي بتخش لازم تساوي كل الانرجي اللي بتطلع. فالانرجي اللي بتخش عندي انرجي مع الستريم اللي داخل، وعندي الكتريك وورك هنا، والانرجي اللي خارجه الانرجي مع الستريم اللي خارج، وعندي الهيت لوس. فاللي داخل اللي هو الام دوت بتاعي في الدخول والخروج واحد ملتبلايد باي اتش واحد زائد الورك ان باور بتساوي الكيو دوت اللي خارجه زائد الام دوت في الاتش 2. فممكن من هنا اجيب الاتش 2، او ممكن اجيب الاتش 2 ماينس اتش 1، فاقول ايه ام دوت في اتش 2 ماينس اتش 1 اللي هي سي بي في تي 2 ماينس تي 1، ده ودي الناحية التانية، زائد ال Q dot بتساوي ال W dot N. فبالتالي اقدر اجيب ال T2، انا عايز اجيب ال T2، يبقى ال T2 هتساوي ال W dot N minus ال Q اللي خارجة على M dot في CP plus T1، وهي دي الإكويشن بتاعتي. طيب ايه اللي انا عارفه؟ طبعا انا عارف ال T1 والكيو دوت هو ده جيفن، الدبليو دوت ان اللي هي 15 كيلو وات، والكيو دوت كانت 200 وات مش كيلو وات. عايز اشوف بقى السي بي دي اجيبها من التيبل بتاعت الاير، ده عندي اير، فعايز اشوف الام دوت. الام دوت ممكن اجيبها من الفوليومتريك فلو ريت، هو مديني في دوت، بس هقسم على السبيسيفيك فوليوم. فالسبيسيفيك فوليوم بتاعت الهواء ممكن اجيبها برضو من الايديال جاز لو فانكشن اوف التمبرشر بريشر، فانا عارف التمبرشر 17 والبريشر 100 كيلو باسكال، والار بتاعت الهواء اجيبها، فيبقى كده جبت السبيسيفيك فوليوم، من السبيسيفيك فوليوم اجيب الماس فلو ريت، اوضي هنا اقدر اجيب التي 2. فهو ده اللي هو عامله هنا كده، ادي الفي وان سبيسيفيك فوليوم 3.8، والام دوت طلع 3 كيلو في الثانيه، وقدر يحسب التي 2 طلعت ب 21.9 ديجري سنتيجريد. فالتمبريتشر زادت شويه من 17 ل 21 لان انا سخنت